جمعيه الاستاذ محمد ابو العينين الخيريه، واكيد مشهد اخر حابين ان احنا نعرف محاضراتكم صداه وشكله عامل ازاي. برحب بيك محمد فوعزير، وبرحب على كل مشاهدي صدى البلد، ومن امام جمعيه ابو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري. عايز اقول لحضرتك مشهد مشرف جدا طبعا، بعد توجيهات ومناشده النائب محمد ابو العينين لكل اهالي محافظه الجيزه، حضور مكثف لابناء دائره الجيزه طبعا، توجهات واستعدادات على اعلى ما يمكن هنا امام جمعيه ابو العينين للنشاط الاجتماعي الخيري. المواطنين جاؤوا لكي يتعرفوا على لجانهم، جاؤوا لكي يامنوا انفسهم عن طريق يعني توزيع الكمامات عليهم، وبعد الاجراءات الاحترازيه التي تملى عليهم بشكل نوع من التباعد وشكل نوع من ارتداء الكمامات. الحقيقه كل الجمعيه هنا قايمه بدور كبير، بتعرف المواطنين اللجان بتاعتهم في بعض السيارات كمان المتواجده، واللي بتساعد في نقل كبار السن والسيدات التي بتحضرهن اطفال وتوصلهن الى اللجان الانتخابيه. عايز اقول لحضرتك كمان ان دايره الجيزه بتشهد اقبال يعني نقول متوسط، مش هنقول مرتفع ولكن متوسط. احنا عارفين طبعا في الصباح الباكر كل الناس تعملها، ولكن اللجان هنا في محافظه ودايره الجيزه بتشهد اقبال متوسط حتى الان. الناس عندهم وعي ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه بشكل جيد، جايين معاهم البطاقات بيسالوا احنا لجنتنا فين، احنا نروح فين يا جماعه. فطبعا مجموعه العمل فريق العمل هنا في الجمعيه في الحقيقه بيوجه الناس على اعلى ما يمكن. طبعا احنا شايفين حاله الزحام من خلال الكاميرا اللي قدامنا، كل الناس بتسال احنا عايزين نروح ننتخب بدري بدري. طبعا انت عارف حضرتك السيدات بتبقى بتحاول تؤدي هذه المهمه في الصباح الباكر. في الحقيقه سالتهم يا ايمن، سالتهم يعني انتوا يعني اقبالكم وايجابيتكم ديت يعني جايه منين؟ واقبالكم على النزول؟ عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمد ايجابيه، كل ما نسال حد يا جماعه قالوا لا احنا علشان بنحب النائب محمد ابو العينين، وهو بيناشد اهالي الجيزه عبر يعني كل من الوسائل المختلفه المتاحه بالنسبه لهم، سواء السوشيال ميديا او اتصالاتهم المباشره مع جمعيه ابو العينين لنشاط الاجتماعي الخيري. كان في توجه ان احنا لازم ننزل ونشارك ونأدي صوتنا، ودي يعني الغرفه التشريعيه الثانيه لازم نأديها بشكل جيد. في الحقيقه عايز اقول لحضرتك احنا من الصباح الباكر من الساعه يمكن قبل ما اللجان تفتح كان في سيدات متواجده، كل الموضوع ان هم بيجهلوا لجانهم الانتخابيه فين، يعني دي كل القصه، كلهم يحملنا البطاقات وعايزين يتعرفوا على لجانهم ومقر اللجان نفسها فين. ان انت شايف زي ما حضرتك شايف الكاميرا كلهم يمكن تقريبا من كبار السن، اللي يمكن حتى كمان قدرتهم على القراءه والكتابه تكاد تكون ضعيفه، ولكن هم عندهم اصرار على التواجد، عندهم اصرار على المشاركه، عندهم اصرار ان هم رغم درجه الحراره يعني نقول عاليه شويه، لكن هم مصرين ان هم يوصلوا للجانهم بس بنوع من المساعده ونوع من التوعيه، يعني الناس توعيهم وتقول لهم انتوا لجانكم فين، ويقدروا من خلال المساعده يوصلوا للجان بتاعتهم. ده المكتب يعني هنا في الجيزه، وعايز اقول لحضرتك مشهد مشرف، كل شويه الاقبال بيزيد مش بيقل خالص، بالعكس بيزيد. يعني ممكن لو كمان ساعه دخلت مع حضرتك هنلاقي الاقبال قد كده مرتين وثلاثه وعشره كمان. هنتابع معاك يا ايمن، وانا بشكرك طبعا على تواجدك ويعني نقلك للصوره بشكل واضح وجميل، وطبعا متابعين معاك على مدار اليوم